البارت الثاني من مسلسل لا كاسا دي بابيل الجزء الخامس. نكمل البارت الاول والجيش يصعد على السطح والفريق يبدي يسوي سواتر، وهلسنج يشيل جواني ويسوي سواتر يم المتحف. فبهاي الاثناء الجيش يفجر السقف وتوقع دنقة من دنق المتحف على رجل هلسنج، ويتواصل ويا باليرمو من بعد ما سمع صرخته من الوجع وما يرد عليه وعبالهم مات. بس ورا شويه يرد ويقول انا عايش بس اكو شيء وقع على رجليه واكو هوايه دم، ويقول له باليرمو تحملوا اني جايك وراح نشوف الليالي الثلاثه الجايه سوا. ويضل شويه حتى ينسي الوجع ويقول له ليش اللحم الارجنتيني هو اشهل لحوم، وهلسنجي يقول له وشنو بعد، ويعني هنا يبين له انه هو يقدر يتحمل لما يجون. ويسال هلسنجي ويقول له راح تاخذني للسينما، فيجاوب باليرمو ويقول له ايه بس بشرط ما تنام ووعدني تبقى قاعد، ويقول له ماشي راح ابقى قاعد. وهنا بهاي الاثناء ينزلون الجيش بالحبال، وهلسنجي يقول لهم دخلوا علينا. والبروفيسور من بعد ما خلص ولاده سياره ياخذ المايك ويحكي وياهم على مو تنجح المهمه، ويقول لهم وياكم البروفيسور وان خزان الامطار امن، وهاي معناها انه هو بامان. وينادي على باليرمو ويقول له شنو الوضع عندك، ويرد عليه باليرمو ويقول له فجروا السطح واني وبوغوتا وريو بطريقنا الى الطابق العلوي، وهلسنجي واقع الجدار على رجله. ويسال لشبونه ويقول لها شنو موقعك، وتقول له انا بالطابق الثاني مع ستوكهولم. ويسال طوكيو عن موقعها وتقول له اني على وشك الخروج من السطح وراح نهجم انا ودينيفر ومانيلا من الخلف، وتخلي قنبله على الباب ويقول لهم لا تفتحون الباب وديروا بالكم، وتقول له طوكيو ليش معقول نعوف هلسنجي يموت، ويقول للبروفيسور راح يقتلوكم وينط امر الباليرمو اذا ما تروحون للسطح راح يقتلون هلسنجي، وانطلقوا بسرعه. ودينيفر يقول هسه شنو نطلع لو لا، كان البروفيسور يقول لهم اكو 100 قناص يغطون السطح وهم متدربين باحلى المستويات، وكان اكو فتح باب السطح تفوع بيها طوكيو وتتاكد ان البروفيسور هو على حق. وباليرمو يقول للبروفيسور راح تخسر واحد من رجالك، والبروفيسور يقول له الطريقه الوحيده لانقاذ هلسنجي هي الهجوم من جهتين، وراح نستغل فتحه السقف اللي فجرها فريق ساغاستا، ويقصد بيه فريق الجيش، ولازم تطلعون من عندها من غير ما ذا واحد، وانا اعرف الطريقه اللي تنجحون بيها. ويامر طوكيو انه تجيب الرهائن، ويدخلون الجيش ويحاول هلسنجي يغطي على ما يجي باليرمو، وهنا يخلص عتاده. ويجي باليرمو ويبدون يغطون ويحاولون يطلعون رجل هلسنجي بس ما يقدرون، ويبقون بمعركه شرسه. ونروح القلعه فريد ريكبورغ وتحرسها قوات امنيه مشدده، واي واحد يدخل لها او يخرج من عندها يمر بواسطه كاشف حديد، وهذا من خلال حراس مسلحين متمرسين على هالمهنه. وقبل ما يدخلون الحفله ابو رافائيل يقول للفريق راح تكون حفله مثاليه مزينه بالسيارات الفخمة، وكانوا جايبين وياهم قطعة من النسخ الأصلية اللي هي نسخة من تراث وزنها 12 كيلو ذهب واللي سعرها يطلع 15 مليون يورو. وأول شي تنزل حبيبة أبو رافائيل حسب الخطة على مود تبهرهم وبجمالها، وإحنا راح نستمتع بعزفها واللي هو مسجل من قبل رافائيل، وتتظاهر بأنه هو عزفها، ونشوف أبو رافائيل يسولف لهم على الخطة، وكل شي كان مخطط له صار بالحرف الواحد. وأحد حراس الذهب كان واحد ما عنده شي بالحياة غير أبوه، وهذا أبوه هو مخرف وأعمى. وهنا دزوا على أبو الحارس حتى يتبع الموسيقى، وقال لولا اتبع الموسيقى يا كريستوف، على مود الحارس من يشوف ابوه يلتهي بيه ويضيعون الوقت عليه، فيشوفه ابنه وينادي بالجهاز حتى واحد يجي بمكانه بسرعه. وهنا الحارس يلحق ابوه، والعصابه يستغلون هاي الفتره ويفوتون ياخذون القطعه التراثيه الذهبيه ويطلعون باخر لحظات، وكان يذبها بالنهر. وابو رافائيل يقول لرافائيل كل هذا على مود علمك درس، ويطلعون من الحفله ويسافرون بالقارب مالتهم، ويوقفون جوا الجسر وياخذون صاحبهم اللي كان بالنهر وياه جنطه الذهب. وهنا يفرح رافائيل لان ابوه كذب عليه وما قال الحقيقه، ويكملون سفرهم بالقارب. ويقول لأبوه هذا درس إلك يا رافائيل، إذا تريد شيء بالحياة فأخذه من اللي يملكه. وكان رافائيل بسرعة يباوع على حبيبة أبوه. وهنا نرجع للبروفيسور والبنك، وباليرمو يضرب هاون على الجيش ويتصاب كم واحد من عندهم، ويحاولون مرة ثانية يشيلون الدنقة اللي وقعت على رجل هلسنجي لكن ما يقدرون يشيلوها، ويطلب هلسنجي من عندهم إنه يقطعون رجله ويضرب نفسه بنج، بس باليرمو يرفض ويصبر. وهنا طوكيو تصعد للطابق الأخير ويا الرهائن، ويقولها للبروفيسور لبسوا أقنعة وصعدوا للسطح، وطلب من عندهم يشيلون الأقنعة على مود يعرفون إنه هم رهائن وأنتم كم واحد تبقون بالأقنعة وقدامكم دقيقة واحدة. ويطلب من عندهم إنه يخلون الأسلحة بجنطة ويشدون بها حبل ويربطوها برجل واحد من الفريق، وهنا يلبسوهم الأقنعة ويمشون حسب الخطة. وبس طلعوا للسطح نزعوها النص من الرهائن، والجيش عرفوا إنه هم رهائن وما رموا عليهم القناصين. ونروح للعقيد اللي كان طالب من قائد العمليات إنه يجيب روبوت مفكك متفجرات على مود يقتحمون من جوا، فيشوفه مارسيلا ويقول للبروفيسور، والبروفيسور يتصل بلشبونه ويقول لها جاي تحضرون الهجوم ثاني، وليش اطلقتوا سراح المحافظ؟ انت معقوله عندك خطه ثانيه بيها؟ وتقول لها ضمينا مايكروفون بالكلبشات وفكرت انه احنا راح نكسب وقت بالفتره اللي يفتحون بيها الكلبشات قبل ما يدخلون عبر كاشف مغناطيسي، وتقول له وقع العقيد تامايو بقبضتنا، واتصل بدوله باكستان. وهنا يفرح البروفيسور ويقول لها انت اكثر وحده مغريه بالعالم، بس انا احبك لان انت ذكيه. ويدز مارسيلو يشتري حفاضات وحليب واغراض لابن سيارة، وياخذون من عندها مخزنها مال المسدس. ونروح المكان المتحف ونشوف باليرمو يضربون دخانيات على مود ياخذون شيء
يرفعون بيه الدنجة واللي هي فوق رجل هلسنجي، ويروح بوغوتا وريو ياخذون قطعة عمود بالسقف والبقية يغطون لهم من وراء الدخانيات، وينجحون باخذ العمود ويطلعون هلسنجي من جوا الدنجة. وهنا قائد القوات ينتظر امر من العقيد على مود يهجمون هجومهم الثاني، بس البروفيسور يخابر العقيد قبل ما ينطل اوامر ويقول للعقيد شو تريد، فيقول للبروفيسور لا تخلي واحد يسمعني وهذا الشيء هو صالحك. وكان شغل البروفيسور التسجيل الصوتي، والتسجيل الصوتي هو العقيد غير الحقيقه اللي اعترف بها المحافظ بالبارت الاول اللي نزلناه، ويقول للعقيد شنو اللي تريده، فيقول له اريد حرب عادله، انت دزيت اقوى 8 من نخبه جيشك وانا عندي 10 حراميه وهيك راح تكون حرب عادله، وانت قدام خيارين، يا اما توقف الهجوم الثاني او اثبت انه انت غيرت ادله سيرا وغيرت ادله المحافظ على مود تشتغل وحدك. فيقبل لانه ما عنده غير خيار. ونرجع للبنك، والبروفيسور ينطي امر الواحد اسمه ماتياس انه يرمي على القناصين، وما يرمي الا ينطيه اشاره ويقول الطوكيو مان لو دينيفر استعدوا، وينطي امر الماتياس ويبدا يطلق عليهم النار، فيبتهم بيه القناصه ومانيلا تسحب الجنطه بالحبل وياخذون الاسلحه وينزلون من السطح بعد امر من باليرمو، لان بين للجيش انه هم ينسحبون، والجيش تقدموا فنزلوا طوكيو ومانيلا ودينيفر ورا الجيش وسيطروا على الوضعيه من كل الجهات. بس اغاس يرفض ويرمون قنابل يدويه ويظلون يرمون على فريق باليرمو لحد ما يسدون عليهم الباب، ويتوجهون الفريق لشبونه وطوكيو. فالرهين اللي طلقوا صراحه كانوا ويا فريق ساغاستا اللي كان قاتل نيروبي، فيقول الطوكيو راح اقتلك. فطوكيو تبدا تتذكر ذكريات من قتلوا حبيبها ريني، ونشوف بالذكريات انه ابو رافائيل ينادي سيرجيو ويقول له تعالوا شوف الاخبار، وسيرجيو هو اسم البروفيسور، وقال البروفيسور لازم ناخذها لفريقنا، وهنا يقصد على طوكيو. وابو رافائيل يقول له صح لان عندها الموهبه المطلوبه، ويقول البروفيسور هاي اخطر المطلوبين للشرطه، وظل تتذكر شلون صارت ويا البروفيسور وانهزمت من الشرطه. وهنا نرجع للوقت الحاضر، وكانوا داخلين بمعركه ويا الجيش، فيشيلون باب حديد ويشمرون قنبله بدجاجه ويقفلون الباب، وباليرمو وفريقه يحاولون يفتحون الباب، ومونيكا تبدا تعالج هلسنجي، والبروفيسور يطلب من ريو ويقول له ايش قد يستغرق الوقت حتى تفتح الباب، فيقول له من 30 دقيقه الى ساعه، ويسال بوغوتا ويقول له ايش قد يستغرق وقت على مود تقصها، فيقول له 11 دقيقه، وهنا يقول له انطلق، ويطلب البروفيسور من طوكيو ويقول لها ايش قد تقدرون تصمدون بعد ايش قد ما يستغرق الامر. وساغاستا ينطي امر يحفرون الجدار، والرهينه اللي كان يم فريق الحراميه اللي اسمه غانديا يريد يهجم بشكل مباشر، ويسمعوهم الفريق ويقولون للبروفيسور باللي صار، ويقول طوكيو استفزيه على مود يهجم عليك وقتليهم، وتبدا طوكيو تستفزه، وهنا ساغاستا يقول له لا، لكن ما قدر يمنعه وقام يرمي عليهم قنبله يدويه، وتطفر طوكيو وتشمرها عليهم قبل لا تنفجر وتتسبب اصابه 2 وتقتل واحد من عندهم، وتستمر المعركه وترجع من جديد طوكيو تتذكر ذكريات وتقول الناس عبالهم الحب الحقيقي يجي مره بالعمر وما تقدر تعيشه بس مره واحده، وهم متوهمين لان اجاني اكثر من مره. ويبدون لشبونه وباليرمو بتذويب الباب المقفول عليهم، والفريق يسمعون صوت طفل بالمايك مال البروفيسور، فيقول لهم انضم لمهمه مياه الامطار واحد واللي هو ابن سيرا، ويسالوه عن اسم الطفله، فيقرب المايك على سيرا ويبدون يقترحون عليها اسماء لحد ما تختار اسم فيكتوريا. ونرجع للحرب، وكانوا بعدهم يحاولون يفتحون الباب لشبونه واللي وياها، والجيش يبدون يزرفون الحائط بالدريل. وبهاي الاوقات تروح طوكيو لان تسمع الصوت، وساغاستا كان على اتصال ويا القناصه، وتخلي اذانها على الحائط، فتطلع برينا مال الدريل قدامها وتخلي المسدس يم بالفتحتين وترمي وتصوب الجنود اللي كانوا يحفرون الحائط. وهنا ساغاستا ينطي امر للقناصين انه يرمون على الغرفه اللي بيها طوكيو، ويبدون يرمون وتتصوب طوكيو برجلها وبايديها. وبهاي الاوقات دينيفر ينطي خبر للبروفيسور ويبدا يحاول يوقف النزيف ويسوي سواتر قدامهم حتى من يعبرون من الحائط يفاجئوهم ويضربوهم، فيقول لهم البروفيسور ينتظرون ويصمدون وما بقى شيء راح يفتحون الباب ويجيكم الدعم. وبهاي الاثناء مونيكا تسمع ان هم تحاصروا وهي كانت تحت تاثير المخدر لان ضربت روحها اوبرا، وتقول لدينيفر انه اكو فتحه وراك ينزلوا بيها، وفعلا يلقوها وينزلون بيها، ويضطرون يعوفون طوكيو لان كانت متصوبه، وايضا انه هي رفضت تنزل وياهم، وكانوا ينزلون دينيفر ومانيلا وتبقى طوكيو وحدها. وهنا تشوف احد يحفر بالدريا الفتحه بالقاع، والفتحه صارت بصفها، وفجاه يطلع حبيبها ريو ويبدون يتوادعون ويبكون، وتتواجه طوكيو ويا الجيش وتنجح باصابه كم واحد من عندهم. وبهاي الاثناء من نزل دينيفر ومانيلا خلوا بردات وبطانيات على مود طوكيو تنزل وياهم، بس ظلت ترفض لانه ما تقدر تنزل لحد ما طبع عليها الجيش. ووقف فوقها الرهينه غانديا كان تفتح ايديها ونشوف بايديها 4 مفاتيح للقنابل اليدويه، وينتبه على سترتها وبيها 4 قنابل بدون مفاتيح، ويصيح تراجعوا فتنفجر بيهم طوكيو، وينتهي الموسم الخامس بموت طوكيو وبذكرياتها، والكل صار يبكي حتى البروفيسور طب للتواليت وقام يبكي بحرقه. ولهنا ينتهي الموسم الخامس، وانتظرونا بالموسم الجديد. لا تنسى اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد.